Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في شرح قواعد الدرس الثاني في الوحدة الأولى، واللي بيكلم لي عن استخدام have و has got للملكية، وإزاي هسأل باستخدام shall والاستخدامات المختلفة لشال، وكمان الاستخدامات المختلفة لكلمة can في السؤال. تعالوا نبدأ الأول باستخدام have وهاز للملكية. قال لي أنا بستخدم هاف وهاز للملكية بطريقتين اتنين، ممكن أجيب هاف وهاز لوحدها وممكن أجيب معاها the word got خلاص كتصريف تالت بعد هاف وهاز، وبرضو هيبقى معناها يملك أو عنده أو لدي. بس هنا أنا قلت إن في اختلاف في النفي لما أجي أنفي لما أكون هاف لوحدها وراها got، ولما أكون هاز لوحدها وبرضو وراها got، وبرضو في اختلاف في السؤال لما يكون هاف لوحدها أو وراها got وبرضو has لوحدها أو وراها got. يعني لما أجي أقول أنا عندي سيارة بقول I have got a car. تاني I have got a car. I've got a car يعني أنا عندي سيارة، وممكن في نفس الوقت أقول I have a car. الاثنين نفس المعنى سواء I have got a car أو I have a car. طيب لما أجي أنفي يا ترى هيكون نفس الطريقة في النفي أو هيكون النفي واحد؟ هقول لك لأ. أنا قلت قبل كده لما خدنا النفي وخدنا تكوين السؤال إن have لما يجي وراها got يعني لما يجي وراها فعل أساسي، غير have لما تكون هي نفسها اللي جاية فعل أساسي سواء في النفي أو في السؤال. يعني لما أقول لي I have got a car أنا عندي سيارة، لو قلت لك انفي الجملة دي أنا قلت لما تكون have جاي وراها تصريف تالت على طول النفي بتاع haven't، يعني هقول I haven't got a car يعني انا ما عنديش سيارة. طيب لما اقول I have a car هنفيها، يا ترى هقول I haven't a car؟ قال لي لا، have لما ما يكونش جاي وراها تصريف تالت يعني هي جاية الفعل الاساسي النفي بتاعها بيبقى don't، يعني اقول I don't have a car يعني انا ما عنديش سيارة. يبقى اذا اختلف النفي في الجملتين على وين الجملتين بنفس المعنى، يعني I have got a car معناها عندي سيارة و I have a car معناها عندي سيارة. طب ليه نفينا have هنا haven't؟ أقول عشان وراها تصريف تالت. طب ليه نفينا have هنا بdon't have؟ قال لي عشان هي جاية فعل أساسي. يبقى تاني have إذا كان جاية فعل مساعد بنفيها haven't، أما have لو جاية فعل أساسي بيبقى النفي بتاعها don't have. كذلك في has، when I say she has a pen and she has got a pen الاثنين معناهم هي معاها قلم. طب يا ترى في النفي هيبقى نفس الكلام، يعني انا عايز اقول هي ما معهاش قلم. قال لي في الجملة دي she has got a pen، طالما has جاية فعل مساعد عادي خالص يبقى النفي بتاعها she hasn't got a pen يعني هي ما معهاش قلم. طيب يا ترى هنا برضه هقول she hasn't a pen؟ قال لي لا، طالما has جاية فعل اساسي يبقى النفي بتاعها doesn't، ورجع has لاصلها اللي هو have فتبقى she doesn't have a pen يعني هي ما معهاش قلم. يبقى تاني have غير have got، لما جام في have got haven't got، لكن لما في have وهي فعل اساسي يبقى don't have. has النفي بتاعها doesn't have، اما has got النفي بتاعها hasn't got. طيب تعال نشوف how to make a question، ازاي هعمل سؤال. لما يجي يقول لي yes I have a car و yes I have got a car، قلنا يا جماعة لما تكون الإجابة ب yes or no معناها إن السؤال بتاعي هيبدأ بالفعل المساعد. طيب تعالى ننزل هنا yes I have a car، لما هلاقي الإجابة ب yes هروح هلاقي have. طب يا ترى هينفع هنا أبدأ ب have؟ هقول لك لأ، have إذا كانش جاي وراها فعل أساسي ما ينفعش أخدها وأعمل بيها سؤال. أمال هجيب مكانها إيه؟ قال لي نفس الكلام هجيب مكانها do، ويبقى السؤال بتاعي do you have a car. تاني do you have a car. طيب ما هي نفس المعنى تحت yes I have got a car، هتطلع برضه أقول do you have؟ هقول لك لأ، هنا have فعل مساعد يعني شغلته هنا فعل مساعد لأن جاي وراه got اللي هو التصريف الثالث، فطالما الإجابة ب yes يبقى أنا هبدأ ب have عادي جدا وأقول have و I هتطلع you، فيبقى have you got a car، have you got a car. يبقى تاني الإجابة ب yes
والفعل هنا عندي هاف. ليه هنا بدأت بدو وليه هنا بدأت بهاف نفسها؟ قال لي إذا كانت الإجابة بيس وهاف هو الفعل المساعد يعني جاء وراء فعل أساسي ابدأ بيها عادي جدا، فأقول هاف يو جوت ا كار. أما لو لقيت هاف فعل أساسي يعني مفيش وراها فعل تاني أوعى تبدأ بيها، هجيب مكانها دو وأقول دو يو هاف ا كار. نفس الكلام مع هاز. When it says yes he has got a pen and yes he has a pen، الاتنين نفس المعنى، الاتنين ايوه هو معاه قلم. طيب يا ترى السؤال هيبقى نفس السؤال؟ هقول لك لا طبعا، هنا الاجابه بيس يعني المفروض ابدا بالفعل المساعد اللي هو has. طيب has هنا هتيجي معايا ولا مش هتيجي؟ هقول لك هتيجي معايا. ليه؟ لان وراها فعل اساسي، فبالتالي هقول has he got a pen يعني هل هو معاه قلم. طب الاجابه هنا بيس، المفروض بدور على الفعل المساعد، رحت لقيت has. طيب جاي وراه فعل تاني؟ هقول لك لا، يبقى اوعى تبدا بيه. امال هجيب مين؟ هجيب does واقول does he ورجع has لاصلها اللي هو have فاقول does he have a pen يعني هل هو معاه قلم. تاني هل هو معاه قلم؟ يبقى تاني اذا كانت الاجابه بيس ونو وعندي الفعل المساعد بتاعي هاف هستنى شويه، لو لقيت وراه فعل باخده هو يعني باخد هاف او باخد هاز. طب ما لقيتش وراهم فعل قال لي يبقى مكان هاف بجيب دو ومكان هاز بجيب داز. تعال نشوف لو انا بعمل سؤال عادي، يعني انا بقول لك اي هاف جوت ا كار واي هاف ا كار، الاتنين معناهم انا عندي سياره، وجيت قلت لك اسال لي في الاتنين بكلمه وات. طبعا شكل ما خدنا في تكوين السؤال ان اداه الاستفهام بيجي وراها فعل مساعد، هنزل هلاقي الفعل بتاعي هاف، يبقى لازم ابص وراه الاول، يا ترى في فعل اساسي؟ قال لي ايوه، خلاص يبقى خدها وانت مطمن، فحول وات هاف واي هتطلع يو، يبقى وات هاف يو جوت. تاني وات هاف يو جوت. طيب تحت هيبقى برضو وات هاف يو جوت؟ قال لك لا، طالما سالت بوات محتاج فعل مساعد، رحت لقيت هاف يبقى لازم ابص وراها، في تصريف ثالث؟ قال لك لا، يبقى بالتالي هجيب مكانها دو واي هتطلع يو، يبقى وات دو يو هاف. تاني وات دو يو هاف. طب نفس الكلام بالنسبه لهاز؟ قال لي ايوه نفس الكلام بالنسبه لهاز. When it says احمد has got a car and احمد has a car، الاثنين معناهم احمد عنده سياره. طيب انا عايز اسال بكلمه وات، وات اداه استفهام محتاج وراها فعل مساعد، فين هو؟ هلاقيه هاز جا ورا فعل، ايوه يبقى على طول هطلع بيه، فاقول وات هاز واطلع احمد اللي هو الفاعل، فاقول وات داز احمد، وات هاز احمد سوري جوت. طيب هنا هسال بكلمه وات، فعل المساعد بتاعي هاز. طب يا ترى هيرضى يجي معايا؟ هقول لك لا. ليه؟ لان مفيش وراه فعل تاني. طب اجيب مكان هاز مين؟ قال لي داز، يبقى وات داز واجيب الفعل بتاعي اللي هو احمد، واحنا خلاص اتفقنا ان فيرب تو دو لو جاي معاه اي فعل الفعل لازم يكون في المصدر، دو داز وديت سواء في النفي او في السؤال اللي جاي معاهم على طول مصدر، فاذا هقول وات داز احمد هاف، اوعى تقول هاز. تاني وات داز احمد هاف. تعال نشوف the word can. طبعا كان معناها يستطيع، تاني كان معناها يستطيع. طبعا كان بتستخدم في السؤال للتعبير عن القدرة او للتعبير عن الطلب المهذب او طلب الاذن. تاني كان عادي جدا انها تستخدم للتعبير عن القدرة. So when I say I can play tennis يعني I can play tennis، انا استطيع ان العب تنس. يبقى هنا كان بتستخدم للتعبير عن القدرة، للتعبير عن الاستطاعة. I can play tennis. When I say she can ride a horse يعني هي تستطيع ان تركب الحصان، يبقى اذا كان هنا بتعبر عن الاستطاعة. طيب when I say can you help me please يعني ايه can you help me please؟ ممكن تساعدني من فضلك؟ قال لك يبقى هنا كان بتستخدم في الطلب المهذب. تاني بتستخدم في الطلب المهذب، ده طلب يعني مش سؤال عادي ولا تعبير عن قدرة. كان يو هيلب مي يعني ممكن تساعدني من فضلك. تاني كان يو هيلب مي يعني ممكن تساعدني من فضلك. طيب اور كان اي هيلب
يو يعني ايه كان اي هيلب يو؟ خلاص ممكن اساعدك، يبقى ده بسميه عرض. تاني ده بسميه عرض اللي هو اوفر. كان اي هيلب يو اور كان يو هيلب مي بليز. يبقى اذا كان ممكن تستخدم للتعبير عن الاستطاعه، وكان ممكن تستخدم في الطلب او العرض. اذا كان لو جيت في السؤال للتعبير عن الاستطاعه بيبقى اجابتي عليها بكان عادي خالص، يس اي كان، نو اي كانت، لو جيت في السؤال بمعنى هل. يعني when I say can you ride a bike، يعني ايه can you ride a bike؟ هل تستطيع ان تركب سيارة؟ هنا بسأل عن الاستطاعة، وهنا في الحالة دي بقول yes I can لو انا بعرف اركب الدراجة، او ان انا اقول no I can't يعني لا انا لا استطيع. يبقى السؤال ده للتعبير عن الاستطاعة. لكن لو انا بقول لك can you help me يعني ممكن ايه؟ ممكن تساعدني هنا بقى، او can you help me please يعني ممكن تساعدني من فضلك. هقولك اه، ده اللي استخدم للتعبير عن طلب. خلاص بطلب من واحد انه يساعدني، وهنا بقى مش هقول yes I can or no I can't. من الافضل ان انا اقول yes of course يعني نعم بالايه؟ بالطبع. ومش شرط ان انا حتى اقول yes، ممكن اقول okay، ممكن اقول sure، ممكن اقول certainly. يعني ايه certainly؟ يعني بالتأكيد. قال لي يبقى مش شرط هنا الاجابة بيس و نو. اما لما يسأل بكان اللي معناها هل تستطيع في الاستطاعة، هنا لازم اجاوب بيس اور نو. طبعا احنا عارفين ان كان فعل مساعد، يعني هو اللي بيجي وراء اداة الاستفهام. يعني لو انا قلت سامي كان رايد ابايك، يعني سامي بيعرف يركب الدراجة. لو انا قلت لك اسألي بوات، وات دي بسميها اداة استفهام، دايما بحتاج وراها فعل مساعد. لو لقيته فعل ناقص يعني كان، على طول بجيبه وبدل معه الفاعل، فاقول وات كان سامي دو. تاني وات كان سامي دو يعني ماذا يستطيع ان يفعل سامي، ماذا يستطيع ان يفعل سامي. اذا كان تستخدم للتعبير عن الاستطاعة، وتستخدم للتعبير عن الطلب او العرض. تعال نشوف the word shall. شال دي شكل ويل كده، ولكن نفضل استخدامها مع اي ووي. وقال لي شال دي بتستخدم في حاجتين اتنين، بتستخدم في السجستشن اللي هو الاقتراح، وبتستخدم كمان في العرض، بتستخدم في العرض اللي هو offer. So when I say shall we watch the film، shall we watch the film يعني ممكن نشاهد الفيلم. قال لي shall we دي اقتراح، واحنا عارفين ان اي فعل ناقص سواء shall can could may might، اي فعل ناقص بيجي وراه المصدر. عشان كده اقول shall we watch، ما ينفعش اقول shall we watching، ما ينفعش اقول shall we watches، ما ينفعش اقول shall we watched. يبقى shall we بيجي وراها مصدر. وهنا الرد على shall لما يكون اقتراح، يا اما لو انا موافق هقول okay or great idea. يعني ايه great idea؟ يعني فكرة رائعة. ولو انا مش موافق على الاقتراح بقول sorry يعني انا اسف، والله I can't يعني انا مش هقدر. كلام بسيط جدا. طيب قال لي shall كمان ممكن تستخدم في العرض، يعني when I say shall I help you، shall I help you يعني ممكن اساعدك. طيب والله لو انا بقول الواحد ممكن اساعدك، لو هو موافق هيقول لي yes please، يعني yes please نعم من ايه؟ من فضلك. طيب ولو هو مش موافق اكيد هيشكرني على عرض المساعدة، فهيقول لي no thanks. تاني هيقول لي no thanks. اذا shall ممكن تستخدم في حاجتين اتنين، shall we في الاقتراح، shall I help you في عرض المساعدة. والرد عليها ما بيكونش yes you shall او yes او no you shall not، لا لا لا، في الاقتراح والعرض. قال لي بجاوب بطرق معينة. لو انا قابل الاقتراح بقول okay or great idea، لو انا مش موافق بقول sorry I can't، انا اسف والله مش حاضر. ولو هو عرض قال لي بقول yes please، لو عرض مساعدة مثلا بقول yes please او no thanks. تعال نشوف بسرعة التدريبات اللي في كتاب المعاصر على الجرامر ده. page 45 صفحة 45 number 1 بقول لي have you a watermelon grandpa. حبيبي have وهذا اللي بيجي وراها دايما هو past participle يعني تصريف تالت، فبالتالي لازم اقول have you got. have you got لو انا سألتك ممكن ابدا بحاجه ودي نفس المعنى، يعني ابدا بكلمه غير have ودي نفس المعنى، هتقول لي ايوه. ممكن اقول do you have
a watermelon. Do you have a watermelon? طيب number two بقوله of course you can eat to my house later. You can eat to my house later. اتفقنا يا حبايبي ان اي فعل ناقص بيجي ورا مصدر. اي فعل ناقص بيجي ورا مصدر الفعل بدون اضافات فبالتالي هقول you can come. You can come. طيب shall I eat you some water? Shall I eat you some water? خلاص اتفقنا اي فعل ناقص بيجي ورا مصدر فلازم هقول shall I bring. Shall I bring. Number four you got that game called old one out again. You got. طالما جاب لي got طيب got دي مالها؟ قال لي past participle تصريف ثالث ما ينفعش do بيجي وراها مصدر كان بيجي وراها مصدر did بيجي وراها مصدر ما فيش الا have لان have هي اللي بيجي وراها past participle تصريف ثالث. Number five I have a glass of water please. قال لي please يعني ده طلب وطالما هو طلب فانا هاخد can. So can I have a glass of water please. Number six we eat here حسن. Yes that's a good idea. قال لي ايوه ده فكره جيده معناها ان ده كان اقتراح فبالتالي هقول shall we. Shall we. The next has he got an umbrella. No he. يا جماعه طالما سالت بهاز بدي الشورت انسر بهاز برضو فبالتالي هقول no he hasn't. No he hasn't. The next can you carry this heavy box. ممكن هل انت تستطيع يبقى ده بيعبر عن استطاعه ممكن تشيل الصندوق التقيل ده فحاول no I can't. No I can't. What shall I eat for you. What shall I. يعني يا جماعة shall فعل ناقص والفعل الناقص بيجي ورا مصدر يبقى لازم اجيب do. A you help him with his homework. A you help him with his homework يعني ممكن تساعده خلاص ده طلب فبالتالي هقول can you. Can you. طبعا اولا does ما بيجيش مع you. Have you لازم يجي وراها past participle تصريف ثالث. Are you يا حبايبي بيجي وراها verb plus ing. طيب تعال نشوف التصريح كده بيقول لي have your father got a computer. طبعا قلت اوعى تعامل your لان في ناس بتفكر ان دي you لا هي your وفي صفة الملكية بشوف اللي بعدها عشان هو اللي هيمشي مع الفعل المساعد بتاعي father مفرد فبالتالي ياخد has. So has your father got. Has your father got. The next shall I helps. ايوه shall بيجي وراها مصدر فبالتالي shall I help. تاني shall I help. اي فعل ناقص بيجي وراها مصدر يا حبايبي shall should can could may might will would. The next can we sit next to the window. No you can. طالما no ما ينفعش اجيب can امال بجيب مين يا مستر. قال لي بجيب can't. بجيب can't. The next what has you got. حاول يو ما بتاخدش has امال يو بتاخد يا مستر. يو بتاخد have يبقى what have you got. Number five no you can. Ice cream is not good for you. So no you can't. No you can't. The next what have you get. اقول له لا have وhas بيجي وراها past participle تصريف ثالث فيبقى got. Got. Shall Salma ride a camel. قال لي no she can't. الإجابة بcan't يبقى على طول السؤال كان بcan. Shall we going. قال له لا يا باشا shall بيجي وراها مصدر يبقى shall we go. Shall we go. طبعا have you get. قال له لا يا باشا have وhas بيجي وراها تصريف ثالث فقول له have you got. Have you got. The next I shall get you a drink. طبعا الطلب او في السؤال عموما الفعل المساعد هو اللي بيجي قبل الفاعل فلازم اقول shall I. تاني shall I. The next can have I a glass of milk please. طبعا برضو نفس الكلام can هو الفعل المساعد فيجي وراء الفاعل فيبقى can I. طب can I ايه اقول له can I have. The next shall we play it. اقول له لا يا باشا شال الفعل الناقص بيجي ورا مصدر يبقى shall we play. بس shall we play وده بنسميه اقتراح يعني لو انا هوافق عليه هقول yes of course or okay or great idea. اما لو انا مش موافق عليه هقول sorry I can't. Sorry I can't. Thank you very much for watching. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس وكمان فهمتوا حل التمارين وليه خدنا الاختيارات وازاي صححنا بالمنظر ده. ما تنساش يلا تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب يلا ودينا كومنت وقول يا ترى انت فاهم ولا مش فاهم ولو محتاج اي حاجة ممكن تدينا الكومنت ايه الحاجة اللي انت عايزها بالظبط او ايه الحاجة اللي انت مش فاهمها بالظبط ونعيدها لك تاني ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.